بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل مع بعض الدرس رقم 1 في الوحدة الأولى للصف الثاني الثانوي. هناخد مع بعض دلوقتي أفعال الدرس. عندي أول فعل عندي تورني يعني ينعطف، وعندي فيرب ألي، وعندي فيرب اللي هو بروندر. أول حاجة فيرب مجموعة أولى، ده سهل جدا، بحذف الأر وأبدأ أضيف في النهايات. مع الجي بضيف أ، ومع التي بضيف أ أس، ومع الإيل والإل والأو بضيف أ، ومع النو بضيف أو إن أس، ومع الفو بضيف أ زد، ومع الإيل والإل أفيك أس بضيف أ إن، وبعد كده بضيف التي. بالنسبة للفيرب فيرب اللي هو رقم 2 ألي، بيبقى طبعا ده بحفظه، جو في، تي فا، إيل إل فا، نوز ألون، فوز ألي، إيل إل فون. وبروندر بحذف الإر أ وبضيف مع الجي أس ومع تي اس ومع الايل والال، مش بضيف حاجه. واجي مع النو والفو والايل والال افيك اس، بحذف الدي والار والاو واضيف مع النو او ان اس، ومع الفو او زد، ومع الايل والال افيك اس بضيف ان او ان، وبعدين بضيف حرف التي. شوازي نختار، بيقول لي تي نقط. ابص في الفيرب، اول حاجه بروندر المصدر، لا مش هينفع، واخر حاجه مش هينفع لانه متصرف مع الايل والال، يبقى برون اللي في النص. نو طبعا هتبقى نو زالون، لان النو تاخد النهايه او ان اس. ايل افيك اس هتاخد النهايه اللي هي دي اللي في النص ببرن. وبعدين رقم 4 تي انت هتاخد النهايه اللي في النص او اس. امير هنشيله ونحط مكانه ايل، هو يبقى هنصرفه، هتبقى اللي في النص فا، لان هنا الي مصدر وفا متصرفه مع تي، فهناخد فا اللي في النص. فو هتاخد النهايه اللي اخرها او زد. هنبدا مع بعض الاستفهام. الاستفهام بينقسم لاثنين. الاستفهام اول حاجه الاستفهام بهل، واللي بجاوب عنه بوي او نو او سي. هبدا باول حاجه، ممكن اعمل استفهام، الاستفهام باستخدام اسكو، أداة استفهام هل نفسها تبقى اسكو، وساعتها هرتب الجملة بعدها فاعل زي اسكو اهي، تي يي ايجيبسيان، اسكو أول حاجة، وبعدين تي اللي هي فاعل، وبعدين اي اللي هي فيرب، وبعدين أبدأ أكمل الجملة فتبقى ايجيبسيان. أو ممكن بطريقة تانية إن أنا أقول إن أنا أحذف اسكو خالص وأبدأ بإيه؟ بالفاعل اللي هو تي، وبعدين الفيرب، وبعدين ايجيبسيان، بكمل الجمله. وممكن ابدل الفعل عن الفاعل، يعني اجيب الفيرب الاول هتبقى اي، وبعدين بجيب الفاعل اللي هو تي ايجيبسيان، بس بشرط احط بينهم تيغي دونيون. مثال تاني بيقول لي نو، لا جينيمبا ما بحبش الشيمي، فانا المفروض اقول له تي يم، انت بتحب لا شيمي. دي طريقه ممكن انت تسال باسكو تييم لا شيمي، وممكن تقول ايم الاول وبعدين تي. السؤال اللي بعد كده انه لا الي انجلي، ممكن ابدا اسال بالعكس اقول له الي فرونسي، فهو يقول لي لا الي انجلي. بس نلاحظ لو كان عندي في السؤال، في السؤال عشان ده مهم جدا للميل، لو جاب لي تي احولها لجو، ولو جاب لي تون بحولها لمو، وتا طبعا لما، وتي بحولها لمي، ولو كان عندي فو بحولها لنو، ولو كان عندي فوتر بحولها لنوتر، ولو كان عندي فو بحولها لنو. هناخد مثال كده فوق. هنا بيقول لي جو سوي، لكن السؤال كان تي، فانا حولت تي لجو. بس خلي بالي من الفيرب، ليه؟ لان الفيرب بيتغير على حسب اللي هو ضمير الفاعل او الفاعل. طب ازاي الاستفهام التاني اللي هو بيبقى اول حاجه عندي الاستفهام بيبقى جزء، يعني انا بسال عن حاجه معينه من الجمله بس، يعني مثلا زي المكان. او لو كان عندي مكان مسبوق بحرف الجر ا او 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 دو او سور، انا بسال بو. فمثلا لا بوست، البوست ايه؟ بتكون لوا دو ليسي، بعيده عن المدرسه، فانا هنا هقول او اين ايه لا بوست. لو قال لي لو ليفر الكتاب، ايه يكون؟ سور لو بيرو على المكتب، يبقى هنا هقول او وي لو ليفر، يعني الكتاب فين. طب لو كان المكان ده مسبوق بدو، دايما فيرب فينير بيجي بعد دو مع الاماكن، او بار زي فيرب باسي، يبقى انا اجيب حرف الجر ده قبل الاو. يعني لما يقول لي جو فيان دو باري،
يبقى انا بدل ما اقول له او اين، لا اقول له من اين، دو من اين. فانا جبت الدي دي بس حولتها طبعا لدي ابو صرف عشان او اين بدأ بحرف فويل. دو فيان تو. ولو مع فيرب باسي بيجي دايما باغ، فبقول جي باس باغ لا بوست. هنا هسأل باغ او، يعني او عادي هي بتاعت المكان، بس لان المكان لا بوست اتسبق بباغ انا اجيبها قبل او الاستفهام. بعد كده كون، لو انا هسأل عن الزمن بيقول الفت الحفلة بتكون يوم السبت 4 مايو، فهنا هسأل كون امتى ايه بتكون لافت. او ممكن اجيب اداة استفهام في الاخر لافت ايكو. ممكن يقول لي لو سوار في المساء نو فيزيتون، احنا بنزور نوتر اونكل عمنا، اقول له كون فيزيتي فو فوتر اونكل. لكن لو جاب لي الساعة بالظبط يبقى هسأل باكيلور، يعني الساعة كام، فبيقول لي جاريف انا بوصل، ولسه المدرسة الساعة 7:30، يبقى هنا هقول له اكلور. ما قاليش مثلا الصبح، لو قال لي الصبح يبقى هسأل بكون، لكن لو طالما حدد لي الساعة هسأل باكلور. وعندي برضو عندي كومون، بتسأل عن حاجات كتير، عن الاسم طبعا زي كومون تي تابل، او بتوصف عن الحال زي كومون فاتو، او عن الوصف زي اللي هو لما تيجي تسأل عن حد تقول يعني اللي هو اللي هو كومون ايتيل، يعني اوصفه لي. فمثلا اقول الي انتليجون، هو ذكي اكتيف ونشيط. طب هنشوف مع بعض الاكزرسيس ده. نقط سي تروف لا بلاس، التحرير، يبقى المفروض هسأل بيه اين او اور. بعد كده كومونس بيبدأ لو ماتش، المفروض هسأل بايه، باكل. طب هنا جايب لي اتنين اكل، اكل ودي واكل دي، ايه هشوفها طبعا عشان هي فيمينا يبقى هختار اكل اللي في النص. فينتيل يعني ياتي، اتفقنا ان فيرب فينير بيجي بعده بيجي معاه دايما حرف الجر دو، ياتي من، يبقى هتبقى دو اللي هي رقم واحد اللي اختار الاول. بس مع فيرب باسي بيجي دايما باغ، فهقول باغ او بس. بعد كده الي علم استفهام بيقول لي إليه بافار، يعني هو رغاي، يبقى هسأل بإيه، بكومون للوصف. إيه آدم، وبعدين كاتب لي برضو تيميد يعني خجول، برضو هسأل بكومون. إيه لافت الحفلة، وكاتب لي كيلو أنكوا أو، يبقى أو أين. لافت الحفلة هتكون، هتبقى كي من ولا كي ماذا ولا كو، هتبقى كو يعني متى. بعد كده تي تابل أكيد طبعا هتبقى أول حاجة. مدام فو فيني، انتوا جايين نقط، وبعد كده في الإجابة دو برلان، يبقى هنا هتبقى دو. الموضوعات بتاعت الدرس، أول حاجة وصف الحي، فهتقول هو الكارتيه بتاعي اللي هو مون كارتيه، الحي بتاعي اسمه، وأقول أي اسم، أي أقول أي حي. وبعدين أديله وصف معين، أقول مثلا إليه هو يكون بغي دو لاجار، قريب من المحطة. وبعدين اقول بعض الحاجات او بعض اللي هو الاماكن الموجوده في الحي، فاقول مثلا دومون اللي هو كارتيه في الحي بتاعي اللي هي يوجد ان بارك وكلوب وان بوست. وبعدين ممكن اقول حاجه مش موجوده، اقول ال نيابا دو ميزي، مفيش متاحف. وبعدين ابدا اوصف الحي بتاعي بوصف معين بصفه للوصف، هقول الحي بتاعي يكون لو كالم هادئ او جينيال رائع. بعد كده عندي الميل، لما يجيب لي ميل يقول لي كومون ايتون كارتيه، يعني الحي بتاعك اوصفه لي، اجاوب ازاي على السؤال ده؟ زي ما اتفقنا احول التون لمون، تبقى مون اللي هو كارتيه يكون، وابدا اجيب اي حاجه على كومون اللي هي كومون عايز وصف، فاقول كالم هادئ او اي صفه. بعد كده او اين ايل سو تروف، يعني هو موجود فين؟ يبقى انا ايل خلاص ده غائب، الضمير الغائب بينزل زي ما هو، يبقى ايل هو سو تروف اللي هو يوجد، قول اي مكان بغي دو لاجار مثلا. طب لما يقول لي تي فا، قال لي انت سوف تذهب للفيت دي جيزي بتاع جون، يبقى اول حاجه حول التي لايه، لي جو، وبعدين فا بتتحول لي في، وبعدين فيرب الي في الانفينيتيف في المصدر زي ما هو، واكمل على فيت دي جيزي دو جون. طب وبعد كده بيسالني كي ليه اللي هو تون دي جيزمو، يعني تنكرك ايه. ممكن اقول جي سوي دي جيزي، انا متنكره في بيلوت او متنكر في بيلوت، بس من غير الاي لو واحد بيتكلم. وممكن بالطريقه الثانيه اللي انا فيها احول التون، احولها لايه؟ لمو. وبعد كده بقول الدي جيزمو، فاقول مون دي جيزمو يعني تنكري، ايه يكون اون بيلوت.
Je vous remercie infiniment.